تمام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقه مطبخ رؤيا لليوم. انضمت لنا اكيد يارا عبيدات. ويارا عبيدات بدها تسوي لنا كيكه الاناناس اليوم، ولكن بادئه ذي بدء. مساء الخير. مساء الخير، كيف الحال؟ الله يسعدك. تمام. اليوم كبي كباب يعني. ايوه بس على الطريقه الحلبيه. مختلفه غير احنا الكباب عندنا مختلف تماما. تختلف اكيد الطرق اللي هذا اليوم هيك بنسوي كمان. لازم نعملها ان شاء الله. لازم نسويها على طريقة. كيف امورك ستنا الفاضله؟ تمام. انتم كيفكم؟ كله تمام؟ شو وضعك بموضوع جبر الخواطر؟ اهلا وسهلا يا هلا. جبر الخواطر يعني هو صراحه بتحبي تجبري خاطر الناس؟ ان شاء الله. يعني بتقدري اللي بجبر خاطرك؟ كثير طبعا. مرات بيكون جبر الخواطر بشيء كثير بسيط صراحه. صح 100% كلمه بالضبط او موقف او يعني شيء بسيط الواحد ما بيكون متوقعه، بس عن جد بيكتشف انه والله جبر خاطري بهذا الشيء. فاكيد هو شيء يعني لها اثر، يؤثم عليه. سوري ياخذ حسنات. شو اللي يؤثم؟ شو اللي يؤثم؟ يعني طلع مثلا انت كثير انسان محترم يا محمود، كثير انسان محترم انت. بالضبط. شوف كيف هو مش قادر بطل يعرف يصور كذا. يعني بس يعني احنا بنتشقلب. لا هلا هلا هذا فرق عن المجامله. صح. جبر الخواطر غير عن المجامله 100%. طيب تمام. احنا كيكه الاناناس. الاناناس وناخذ المقادير لو يلا. سمحتوا مقادير كيكه الاناناس. حلوه. هاي المقادير صارت موجوده معنا على الهواء. تفضلي ستنا. اوكي هلا الكيكه هي عباره عن طبقتين. طبقه الكيك اللي هي 100 جرام زبده، وثلاث نقدر الزبده نستغنيها يعني نصها زبده ونصها زيت. ال100 جرام هم عباره عن نص كوب، بنقدر احنا نحطهم زبده وزيت، ثلاث ارباع كوب سكر ابيض عادي، حبتين بيض معهم فانيلا، كوب ونص طحين، ومعلقه ونص صغار بيكنج باودر، وربع معلقه بيكنج سودا او كربونات الصوديوم، رشه ملح. ورح نحتاج للطبقه لتحت سوري لتكمله الكيك ثلاث ارباع كوب حليب جوز الهند إذا موجود، إذا مش موجود بنستخدم الحليب العادي أو لبن بنفس المقدار. وبنحط للي بحب ربع كوب جوز مبشور. وللطبقة اللي من تحت رح نحتاج علبة أناناس حسب طبعاً الصينية رح نستخدمها، كرز أحمر إذا موجود، سكر بني وزبدة مشان ندهن القوالب. تمام تمام؟ تمام. هلأ الطريقة كتير سهلة. خلينا نبلش أول إشي بالكيكة. عندنا الزبدة أهم إشي إنها تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني زبدة طرية. شكلها شوي هون بردت مع ال بسم الله. ليه ما عم بتحرك؟ محرل. طيب دقيقة. زعلان صح؟ مش مشكلة. مش مشكلة. اسمعي بجوز مش محطوط منيح. معقول مراكب منيح؟ طيب دقيقة. يمكن أشوف. هي. صح صح لا. سوري يلا نعملكم دعايات. بنحط الزبده. صوتي رح يكون مسموع ولا لا؟ هلا هاي الكيكه الاساس تبعها شوي رح يكون يعني تقيل اكثر من الكيك اللي متعودين عليه الاسفنجي. رح نحط الزبده والسكر مع بعض نخفقهم لحتى يصيروا فلافي او هيك نافشين شوي. يعني لحتى يذوب عندنا السكر بالزبده. طبعا هاي شوي بتاخذ وقت بس احنا ما بدنا نعطيها الوقت الحقيقي. من اذكى الكيكات كيك الاناناس. طبعا كيك القديمه. انا بحب كيك الاناناس جدا. انا الكيك اللي فيه خلينا نحكي رطب نوعا ما بحبه. هي هاي رطبه. والحلو انه بنقدر برضه كمان يعني لو ما بدنا اناناس نحط ذره، نحط اي شيء ثاني، نقدر نعمل الكيكه لحالها بدون اي شيء ثاني. طيب هلا يفضل انه بالبيت نعطيها وقت اكثر من هيك لحتى تصير هيك شوي لونها على بياض. تمام. بس عشان الوقت رح نضيف البيض. البيض انا ضايفه له الفانيلا اصلا، بنضيفه دائما سوري بنضيفه وحده وحده لحتى هيك يتمازج يمتزج. تمام. طب تفرق يارا اذا حطينا اناناس او فاكهه فريش عن المعلب؟ لا اذا فريش كثير احسن طبعا. بس انه على حسب المتوفر انا مشان هيك. بس انا بحس المعلب اسكى مع الكيك. صح قطره يمكن. لانه اصلا الفريش مرات ما بيكون كثير حلو. صح معنا. ومرات بيكون ناشف شوي. ايوه صح.
اوكي هي هيك ضفنا البيض والزبده والسكر صرنا ضايفين. عندنا المواد الجافه، المواد الجافه عندي هون الطحين وعندي البيكنج باودر والبيكنج سودا والملح، بحطهم وبخلطهم مع بعض. تمام، يعني الكيكه خلصت تقريبا. اوه هي سريعه بالضبط. المواد الجافه والمواد الرطبه، سواء زي ما حكينا حليب جوز الهند، حليب عادي، لبن حطينا، ما بفرق بالتناوب. كيف يعني؟ يعني ما بحطه مره واحده عشان ما يصير عجينه، بنحط شوي شوي. هلا بنحط ثلث الطحين وبنخفقه. يعني هاي بس هيك ملاحظات للناس عشان مرات بقول لك كيكه تبعت معجنه معي. معجنه لانه بضل اخلط الطحين كثير، فاحنا ما بدنا نفعل الجلوتين الموجود في الطحين عشان ما يصير خبز للكيك تحديدا. تمام. هلا بنضيف نص كميه السوائل، حليب جوز الهند هذا جامد شوي لانه كان بالثلاجه. مساعدة؟ لا بدي اشغل بس. هلا بنكمل بقيه المكونات. هلا رح نضيف الطحين. انا بهاي المرحله بفضل اني ما اكمل بالخلاط باليد، بالايد عشان زي ما حكينا ما يعجن. هيو طبعا من طحين لطحين مرات بيكون الطحين اتقل شوي. صحيح. بس هيو تمام. اذا حسينا شوي جامد ممكن نضيف له يعني معلقه مي. يعني انا ممكن هلا اعطيكي مي، بدك اجيب لك مي، احط شوي دقي. يعني هو ما بيحتاج بس احسن عشان ما يكون، شايفه كيف؟ هيو هيك هيك ممتاز. خلص حطيت تمام. مي نقطه صغيره بس احط لو سمحت. اجراءاتك. خلص لانه بس حسيت الطحين شوي هيك احسن. اختياري اللي بحب يحط جوز الهند زاكي، لانه احنا حاطين هون حليب جوز الهند. في عنا بالسوق بيكون نكهات للاناناس، نكهه جوز الهند اذا موجود برضه بيعطي هيك طعمه زاكي بيعزز. رح نحط تقريبا هاي شو معلقه صغيره. هاي اناناس. تمام. يعني بالسوبر ماركتات بنلاقيهم، مش موجود عادي جدا. وخلص هلا هيك جوز الهند. هذا جوز هند؟ جوز هند. تقريبا العجين صارت جاهزه. انت بتسويها بالطريقه هاي كثير الناس ولا؟ لا انا ما بحط جوز هند. ما بتحط جوز؟ هي هاي زياده، هي الاصل ما فيها زاكي، لانه جوز الهند مع الاناناس كثير زاكي. هو بيعطي الطعم التروبيكال. هلا نيجي للطريقه كيف بدنا نقدم فيها. بنقدر نستخدم القالب المدور العادي، بنقدر القالب المستطيل الموجود عندنا. تمام. انا بصراحه شاريه هدول من اكثر من 10 سنين لانهم هدول الجاينت كب كيك الكبار. ما عمري استخدمتهم، قلت فرصه نستخدمهم للاناناس. بس برضه بنقدر نحطهم احنا معنا دقيقتين. يلا يلا. هلا شو رح نعمل؟ بفرشايه، طبعا انا جاي بفرشايه بس لاني لابسه جلوفز، رح ندهن الصينيه هيك. ما بدنا نحط فيها طحين. احنا شايف سمير السمنه والزبده الكميات اليوم عملناهم؟ لا منيح اللي جد ربها روحت. يا رب روحت. متغير الشهر يا ربو حبيبتنا. قال الحلقه التي تبحث عنها الدكتوره ربا مشربش لحذفها على اليوتيوب. طيب عندي سكر بني، يفضل إذا موجود سكر بني بيطلع أطيب، إذا مش موجود بنحط سكر عادي. هلأ هاي النقطة اللي حابة أحكيها، اللي بيحب يكون طعمة السكر والزبدة كتير بيقدر يكتر، واللي ما بيحب يحطها طبقة خفيفة كتير. أنا اللي عاملتهم ومجهزيتهم طبقة خفيفة. بس ليش؟ ليش؟ عشانكم والله، عشان عارف إنه في سمنة بالموضوع. طيب أناناس. أناناس بس دقيقة. يا سلام. لا اليوم يعني كل شيء بتاكل نايم بالمكونات. بالضبط. هلا في شغله بس هيك ملاحظه كنت حابه احكيها، انه مرات علب الاناناس بتكون يا اما حجمها صغير مثل هاي يا اما حجمها كبير مثل هاي. اوكي. هلا اذا عندنا حجمها صغير خير وبركه بنحطها، اذا عندنا حجمها كبير بنقص منها شوي. يعني بنطوعها زي ما بالضبط. تمام. يعني بنصغر الدائرة 100%، بنصغر الدائرة. هذا مناسب للي مثلا ما عنده هاي الصينية الكبيرة. اللي عنده الصغيرة حبات الكرز يا سلام. في عندنا هاي
انه في ناس رح تسال كيف بنقيم حبات البذره منها زي تبعت الزيتون تبعت زمان تمام اوكي من مش من وجهها بنضغطها هيك وخلص هي هيك رح نعمل تنتين نحن تمام و خليني اخذ بس معلقه كبيره بسكوب الايس كريم او بنحط دائما لثلثين القالب اللي احنا حاطين فيه حاطين بقالب كبير بنحط لثلثينه حاطين بقالب الكب كيك بنحط لثلثينه وهي هيك خلص قديش تقعد بال بنحطها على درجه حراره 175 تقريبا تاخذ 35 دقيقه لحتى نتاكد منها وهي هدول الله جاهزين يا سلام هيك بنضبطهم شوي بنتكتكهم أيوة. هذا عنا شوف كيف الكرز صار عمل لون حلو اللون يا سلام يا يارا مبين الله والحلو انه قطعه جاهزه عشان ما يخرب شكل القالب لما ينقص لا صعب هسا يا استاذ عبد الله بصير تحط قلبك زين شوي هيك شرحات جوز الهند يا عيني وحبات الكرز الموسمي ممكن نسوي بس هالحركه دقيقه شوي تفضل ايش بتحب دقيقه شوي بدي سكين بس بعد اذنك اوكي طب خليني اقفل لا بدي بس اقسمها بدك اقطع وحده بس من النص من هون مسننه احسن اذا في سكينه مسننه مسننه احسن يا عيني يا عيني يا يارا اذا ما في حبيبتي الله يسعدك ايش اذا ما في خلص كمل بلاش نضيع عليك اللقطه الحاسمه هاي مزبوط منيح يلا يلا انا كثير بموضوع تقطيع الكيك طبعا شاطره يلا اقطعي لنا وحده تفضلي تمني امني هو لحاله تقطيع الكيك فن ورجينا اياها من النص متاع هاي الكاميرتك هاي طلع هاي الكاميرا يا عيني هاي شايفين وهي حبه الكرز يا سلام واذا مبين شايفين جوز الهند موجود فيها اللي بحب هاي حبه الكرز هاي ها هون تمام 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 تقدر تحطيها على طاوله العرض هناك طبعا وتكون الامور تمام التمام يا را يعطيك الف عافيه الله يعافيك حط لك من الكوبه حط لك وهاي الكوبه كوب تعالي يارا عبما احنا كمان نحط لنا تعالي يارا وسمير ندوقكم الكبه احكي لنا بس سريعا على الكاميرا يعني اعاده هيك بريفيو سريع للكيكه طب الكيكه هي عباره تعالي هون تعالي هون طبقتين الطبقه القاعده تبعت الكيكه اللي هي عباره عن سكر سكر نعيد من اول ستي اوكي ستاند باي 5 4 ما تستعجليش 5 4 3 2 كيو اوكي الكيكه هي عباره عن طبقتين اللي هي ليش بسموها الابسايد داون اللي هي المقلوبه الطبقه اللي تحت فيها سكر وزبده والاناناس وحبه الكرز ضفناها اضافه والطبقه اللي فوقيها هي خليط الكيك بنحطهم بقوالب بالحجم المناسب هون في جريمه عم بتصير بالحجم اللي احنا هي بس ايش المعلقه اللي بتسكب فيها ممتازه وبنخبزها على درجه حراره 175 تقريبا بتاخذ 35 ل 40 دقيقه حسب الحجم ممكن تاخذ اقل من هيك اذا كانوا كب كيكس صغار نحط سلطه معها صحه وعافيه تفضلي شكرا شكرا هاي كيكتي وهي كيكتك هاي كيك انا بدي اكل من كيكتك هاي ورجيهم اياه هون شوفوا طلع كيف ها شايفين عن جد بتجنن بتجنن ما اسكى الجوز السلطه اللي معها بنصحكم كمان فيها هي السلطه مشهيه وهلا بدنا ناكل من كيكه يارا بس عشان لازم يصوروها كيكتك لازم يصوروها بدنا ناكل لازم خايفه معدتنا اليوم مرح مكاوي حدا ياكل قبل ما ما يخل ما يضل حاضر يا مرح مش راح ناكل قبل ما تصوري حاضرين طيب يوزاك خلص الوقت اتوقع صح سمير هسه والله لما بتحلفي يعني المشكله بتحرج الواحد وحياه الله موصيني عبد الله شكرا 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 طيب عبد الله موصيني قبل كل حلقه لازم اطعمي سمير شكرا لك طيب يا رعبيدات شكرا لك يعطيك الف عافيه اهلا يعني الناس شكرا. من الكيكات اللي بنحبها وكثير مسويها لها ذكريات يعني ولها ذكريات طبعا 100% خاصه هذا اللي فوقيها بكون هذا السكر المقلوب هيك كرم هذا اللي انا كان قصدي انه اذا بتحبوه زيدوه عشان بيطلع اكثر انا ممكن ازيده زيده بالضبط بس يا رب ربا ما تحضر الحلقات